السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا جيسي محمد، بعمل فيديوهات عن العناية بالبشرة والشعر والجسم والميك اب، وفيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم على جميع انواع مزيلات العرق اللي انا جربتها بجميع اشكالها، وهقول لكم رأيي فيها. فلو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش بليز بالله عليكم لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك كومنت، ويلا بينا نبتدي. مبدئيا كده الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت مزيلة العرق، تمام؟ في منها طبعا زي ما عملت لكم فيديو قبل كده قلت لكم الفرق ما بين مزيل العرق ومانع العرق، تمام؟ هحط لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس، وهيظهر لكم في الاي فوق، تمام؟ بحيث الناس اللي مش عارفة الفرق ما بينهم عشان تحدد استعمالها تروح تتفرج على الفيديو. دي كده اول حاجة. تاني حاجة، المزيلات العرق بتبقى انواع، تمام؟ في منها بيبقى سبراي، في منها بيبقى رول اللي هو البلية، وفي منها بيبقى اللي هو الستيك اللي هو اللي بيقعد يتلف كده، تمام؟ فانا هقول لكم على الحاجات اللي انا جربتها ورأيي فيها، تمام؟ وفي حاجات تانية انا لسه بجربها بس مش هقول لكم عليها دلوقتي غير لما اخد كفايتي في التجربة فيها، تمام؟ اول حاجة كده معايا وهي ده نيفيا سبراي، تمام؟ نيفيا سبراي اللي هو الديودرنت، تمام؟ اللي هو مزيل العرق. ده سعره كان 31 جنيه تقريبا، تمام؟ نيفيا سبراي حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا، تمام؟ بس هو مشكلته ريحته كمان حلوة قوي، بس نيفيا ده عايز حد ما يكونش بيعرق، بيعرق جامد او بيعرق كتير، فاهميني؟ لان هو حتة ان هو بيقعد 48 ساعة والجو ده يعني مفيش الكلام ده، تمام؟ هو عامه اصلا ايا كان مزيل العرق انت بتستعمليه، حتى لو هو امن حاجه في الدنيا، حتى لو هو اغلى واحسن حاجه في الدنيا، كل يوم لازم بيتجدد، او كل يوم لازم بتغسلي منطقه الاندر ارم، تمام؟ مطرح اللي انت حطاه، يعني انت حطيتي النهارده ونزلتي ترجعي تغسلي الاندر ارم وتمسحي وتنشفيها، تيجي بكره تقومي حاطه جديد، وهكذا. لكن فكرة ان احنا نحطه ونسيبه فعلا 48 ساعة انا ما بحبش الفكرة دي. فنيفيا حلو جدا في الريحة، حلو ان هو مش مؤذي، تمام؟ ونيفيا انا اتكلمت عنه بالتفصيل في الفيديو بتاع الفرق ما بين مزيل العرق ومزيل ومنع العرق، تمام؟ اللي انا سايبه لكم اللينك بتاعه، روحوا اتفرجوا عشان تعرفوا رأيي فيه وتفهموا الفكرة ازاي، تمام؟ فده اول حاجة انا جربتها. تاني حاجة برضو نيفيا ده سبراي، ريحة اللي هو بروتكت اند كير، تمام؟ برضو موجود في الفيديو بتاع الفرق ما بين مزيل العرق ومضاد العرق، تمام؟ تالت حاجة معانا وهو طبعا اغلبنا كلنا عارفينه، وهو زنك اوليف، تمام؟ زنك اوليف ده المفروض ان هو كريم ملطف للجلد لمنطقة الحفاضات بالنسبة للبيبي يعني، تمام؟ بس اغلب الناس مش مدركة ان هو ان الواحد ينفع يستخدمه كمزيل عرق. ملمسه حلو جدا، تمام؟ سعره 24 جنيه، موجود في اي صيدلية. مكوناته طبيعية، تمام؟ مكوناته زنك، تمام؟ وزيت زيتون وزيت خروع، تمام؟ دول الثلاث مكونات الاساسيين بتوعه. حلو جدا فعلا، مش مانع عرق، هو بيخليكي ما لما العرق يطلع ما يبقاش في ريحه، فده عجبني جدا، تمام؟ اللي بعد كده وهو ده اسمه العود الملكي، تمام؟ الكريم ده انا عملت عنه فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، وفي الاي برضو فوق هيظهر لكم. يعني ما عجبنيش خالص وعمري في حياتي ما هكرره، فعشان ما اطولش عليكم الفيديو، لو انتوا عايزين تعرفوا رايي فيه بالتفصيل روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعه، تمام؟ جربت تاني
مدير العرق بتاع فوق، حاصب لكم الصورة بتاعته هتظهر لكم فوق، تمام، اللي هو الأصفر. ريحته حلوة جدا 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 جدا، وكان عاجبني قوي بصراحة، وكان فعلا بيغطي على ريحة على ريحة العرق. حلو قوي، كان سعره عامل 21 جنيه، تمام. اللي بعد كده المزيل ده من انشانتر، تمام. ده ديودرنت بريحة الورد، حلو جدا جدا جدا، ريحته اصلا تحفة، وفعلا بتداري ريحة العرق، تمام. هو بيليا، بس انا زي ما قلت قبل كده، انا الحاجات البيليا دي على فكرة مش بستعملها كتير، يعني اللي هو ايه، تفريحي، انما اغلب استعمالي بيبقى الاسبريهات، تمام. النوع اللي بعد كده وجربته هو من نيفيا، اللي هو الليستيك بلاك اند وايت، هحط لكم الصورة بتاعته برضو. بصراحة فكرة الليستيك مش عارفة، ما حبيتهاش، لان انا قلت لكم قبل كده ان انا ما بحبش الحاجات الليستيك ولا البلية قوي، لان هما بيبقوا دايركت على الجلد، وللأسف مش بينفع ان انتي تطهريهم او تطهري البلية مع كل استعمال. فالستيك بتاع نيفيا يعني مش عارفة، مش قادرة احكم عليه، ممكن اجربه تاني عشان احكم عليه. جربت برضو مزيل عرق من ركسونا البلية، هحط لكم الصورة بتاعته، لونه اخضر، بصراحة تحفة جدا 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 جدا، لان هو ديودرنت يعني مزيل للعرق. تاني حاجة رخيص، الصغيرة العبوة الصغيرة ب10 جنيه، تمام. ده غير ان الريحة بتاعته، انا عن نفسي كجيسي الريحة بتاعته عجباني جدا جدا جدا. بس كده الفيديو خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو في اي استفسار في اي حاجة، بليز يعني بالله عليكم. انا عايزاكم تتجاوبوا معايا، ولو في اي استفسار في اي حاجة قولولي في الكومنتات، وانا هرد عليكم، ويا رب اقدر افيدكم اكتر واكتر. وبس كده، واستنوني فيديو جديد تاني ان شاء الله.